تم استدعاء مجموعة من المدرسين وأجلسوهم في طائرة، وعندما أغلقت أبواب الطائرة وأوشكت على الإقلاع تم إعلامهم بأن هذه الطائرة هي من صنع تلاميذهم. عندها هرعوا نحو أبواب الطائرة محاولين الهرب والنجاة بأنفسهم، باستثناء أستاذ واحد كان يجلس في ثقة وهدوء. سألوه: لماذا لم تهرب؟ أجاب بثقة: إنهم تلاميذي. فقالوا: هل أنت واثق أنك درستهم جيدا؟ رد بهدوء: هذه لحيتي إذا طارت من الأساس. وقف حسود وبخيل بين يدي أحد الملوك فقال لهما: اقترحا علي فإني سأعطي الثاني ضعف ما يطلبه الأول. فصار أحدهما يقول للآخر: أنت أولا، ويرد الثاني: بل أنت أولا. فتشاجرا طويلا، وكان كل واحد منهما يخشى أن يقترح أولا لئلا يصيب الآخر ضعف ما يصيبه. فقال الملك: إن لم تفعل ما أمرتكما به قطعت رأسيكما. فقال الحسود: يا مولاي اقلع إحدى عيني. حضر أشعب مرة مائدة بعض الأمراء، فجعل أشعب يسرع في أكله، فقال له الأمير: أراك تأكله بغضب كأن أمه نطحتك. فقال أشعب: وأراك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك. دخل أبو دلامة على المهدي وعنده إسماعيل بن علي وعيسى بن موسى والعباس بن محمد وجماعة من بني هاشم، فقال له المهدي: والله لئن لم تهج واحدا ممن في هذا البيت لأقطعن لسانك. فنظر إلى القوم وتحير في أمره، وجعل ينظر إلى كل واحد فيغمزه بأن عليه رضاه. فقال أبو دلامة: فما رأيت أسلم لي من أن أهجو نفسي فأنا من الحاضرين. فقال: ألا أبلغ لديك أبو دلامة؟ فلست من الكرام ولا كرامة، جمعت دمامة وجمعت لؤما، كذاك اللؤم تتبعه الدمامة، إذا لبس العمامة قلت قردا وخنزيرا إذا نزع العمامة.